السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد وتسريبات جديدة. تسريبات يوم الخميس إن شاء الله. في مقطعين هذا سوف أشارك بجميع باكجات التي سوف تكون حاضرة معنا يوم الخميس، منها باكجات الإيبيك وباكجات نجوم أسبوع، وهل سوف تكون باكجات شو تايم إن شاء الله. وكذلك سوف نتحدث الأحداث والهدايا الممكن أن تكون حاضرة معنا يوم الخميس. كل هذا سوف نقوم بالإطلاع عليه. أتمنى منكم إشارك في القناة، تفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك والتعليق بالصلاة على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أتمنى منكم قلبي أن أجد على الأقل 50 شخص يعلق بالصلاة على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الآن ودون تقديم يا أساطير، سوف ننتقل إلى أول شيء سوف نقوم بالإطلاع عليه، وهو باكج نجوم الأسبوع الذي سوف يكون مكان هذا الباكج الموجود داخل اللعبة. ويوم الخميس إن شاء الله سوف أشارككم كل اللاعبين الذين تألقوا هذا الأسبوع ولهم حظوظ كبيرة أن يكونوا حاضرين معنا داخل باكج نجوم الأسبوع الجديد. وأول لاعب تألق هذا الأسبوع هو المدافع فان دايك. نعم يا أساطير، في مركز سي بي بليفل يصل الى 95 وبعد تناسق الفريق 98 ان شاء الله. ثم ثاني لاعب تألق هذا الاسبوع هو هرنانديز في مركز ال بي بليفل اول 94 وداخل التشكيله سوف يصل الى 97. غوندوغان هو اللاعب التالي الذي تألق هذا الاسبوع في مركز دي ام اف بليفل قد يصل الى 94 وفي التشكيله الخاصه بك سوف يصل الى 97 ان شاء الله. ثم اللاعب التالي هو اوديغارد في مركز ام اف بليفل اول يصل الى 94 ان شاء الله، وفي التشكيله الخاصه بك سوف يصل إن شاء الله إلى 97. ثم اللاعب التالي هو فيتينيا في مركز سيم إف وبليفل يصل إلى 93 وبعد تناسق الفريق 96. إن لم يكن حاضر معنا فيتينيا فمن الممكن أن يكون حاضر معنا فابيان رويس في مركز سيم إف وبليفل يصل إلى 92 وبعد تناسق الفريق 95 إن شاء الله. ثم اللاعب التالي هو ماك أليستر بليفل يصل إلى 92 وبعد تناسق الفريق 95 وفي مركز ديم إف إن شاء الله. ثم المهاجم التالي هو لاكازيتي في مركز سي اف وبليفل يصل الى 91 وبعد تناسق الفريق وداخل التشكيله الخاصه بك سوف يصل الى 94 ان شاء الله. ثم اللاعب التالي هو بادياشيلي في مركز سي بي وبليفل يصل الى 93 ان شاء الله بعد تناسق الفريق. ثم اللاعب التالي هو رافا سيلفا في مركز ام اف بليفل يصل الى 93 داخل التشكيله الخاصه بك ان شاء الله. ثم اللاعب التالي هو ميكانييل في مركز ال ام اف بليفل يصل الى 90 وبعد تناسق الفريق 93 ان شاء الله. ثم اللاعب التالي هو بالرحمة في مركز ال ام اف وبليفل يصل الى 90 وداخل التشكيلة الخاصة بك سوف يصل الى 93 بإذن الله. كما ترون هذا هو الباكج نجوم الأسبوع الذي ممكن أن يكون حاضر معنا بنسبة كبيرة يا أساطير. كل شيء توقعه من اللعبة، ممكن أن تقوم بتغيير لاعب بلاعب آخر، كل شيء ممكن يا أساطير. كما يعني تألق هذا الأسبوع هالاند ممكن أن يكون حاضر معنا داخل هذا الباكج، ويعني الكثير من اللاعبين تألقوا هذا الأسبوع وتوقع من أي شيء من اللعبة كما قلت أن تقوم بتغييره بلاعب اخر ان شاء الله. اما الان وبعد انتهائنا من باكج نجوم الاسبوع الذي سوف يكون حاضر معنا يوم الخميس، سوف ننتقل الى باكجات الايبيك التي سوف تكون مكان باكج ايبيك الموجود داخل اللعبه. كما ترون باكج اف سي برشلونه، واول باكج سوف اشارككم اياه هو باكج خاص بفريق روما. نعم يا اسطير، يتكون من 3 لاعبين. اول لاعب في مركز يعني ام اف وببطاقه بيك تايم ايبيك هو توتي بليفل يصل الى 100 داخل التشكيله الخاصه بك. ثم اللاعب التالي في مركز ال بي هو كانديلا بليفل يصل الى 98 داخل التشكيله الخاصه بك. واخر لاعب هذا الباكج هو المدافع إلدر بليفل يصل الى 97 داخل التشكيله ان شاء الله. اما بالنسبه الى الباكج الثاني الممكن ان يكون حاضر معنا مكان باكجات الايبيك داخل اللعبه، هو باكج ايبيك فريق انتر ميلان. نعم يصدر هذا الباكج له حظوظ كبيره ان يكون حاضر معنا يوم الخميس، واول لاعب هو الحارس خوليو سيزار في مركز يعني جي كي وبليفل يصل الى 98. ثم اللاعب الثاني هو المدافع كوردوبا بليفل يصل الى 98 داخل التشكيله الخاصه بك. ثم اخر لاعب هذا الباكج هو بطاقه بيك تايم ايبيك وفي مركز سي اف هو ادريانو بليفل يصل الى 99 او 100 داخل التشكيله الخاصه بك. هذه كل باكجات الايبيك الممكن ان تكون حاضره معنا يوم الخميس ان شاء الله. اما بالنسبه يا اسطر لباكجات الخاصه بباكج عقد ترشيح 5 نجوم ان شاء الله، لقد تركت مقطع خاص بها في قناتي، سوف اترك لكم رابط هذا المقطع في اول تعليق ان شاء الله، وادخلوا وشاهدوا يعني كل تسريبات خاصة ب يعني باكج عقد ترشيح 5 نجوم إن شاء الله. أما الآن يا أساطير سوف ننتقل إلى الإضافات التي سوف تقوم شركة كونامي بإضافتها رسميا هذا الخميس إن شاء الله. خيار الإيديت سوف يكون موجود معنا داخل اللعبة إن شاء الله، ومن خلاله سوف نقوم بتطوير أو بإعادة تطوير أي لاعب قمنا بتطويره بشكل خاطئ، وهذه الفرصة لتطويركم لأي لاعب قمتم بتطويره بشكل خاطئ. سوف تكون هذه الميزة موجودة في يعني داخل اللعبة، أو على الأقل سوف تقوم يعني اللعبة
باسباب اضافه خيار جديد داخل يعني بيانات اللاعب، ومن خلالها سوف نقوم باعاده تطوير اللاعب الذي قمنا بتطويره بشكل خاطئ. هذا هو اول خبر مفرح للجميع ان شاء الله. اما بالنسبه للخبر الثاني والذي كذلك مفرح ان شاء الله، هو تغيير المات باس الموجود داخل اللعبه كما ترون يا اساطير. سوف يعني تقوم اللعبه باضافه مات باس جديد، ومن خلالها سوف نحصل على بطاقه تعاقد اللاعبين 5 نجوم مجانا كما ترون، ومن خلالها سوف نقوم بشراء اي لاعب موجود داخل باكج عقد ترشيح 5 نجوم ان شاء الله. اما بالنسبه للاضافه التاليه ومن الممكن ان تكون حاضره معنا، وهي اضافه في او تغيير في يعني طاقات اللاعبين الموجودين داخل يعني متجر الجي بي كما ترون. فمثلا ليونيل ميسي يصل الى 100، من الممكن ان تقوم اللعبه بتقليص يعني قوه ميسي الى 99. كذلك كريم بنزيما ممكن ان تضيف له يعني نقطه واحده، كذلك نفس الشيء لاي لاعب موجود داخل يعني متجر الخاص بالجي بي. اما الان اساطير سوف ننتقل الى اخر شيء سوف نقوم بالاطلاع عليه، وهي الاحداث التي يكون لها تجديد يوم الخميس فقط. سوف اترك لكم يعني كل الاحداث. اول حدث كما ترون هو ناسيونال تيم، هذا الحدث يكون له تجديد يوم الاثنين ان شاء الله. ثم الحدث التالي هو الحدث الخاص باللفه المجانيه داخل باكج نجوم الاسبوع الجديد كما ترون. هذا الحدث سوف يكون حاضر معنا يوم الخميس، ومن خلاله نحصل على لفه مجانيه داخل باكج نجوم الاسبوع. الحدث التالي سوف ينتهي بعد يعني يوم واحد، اولا يكون له تجديد يوم الخميس. نفس الشيء للحدث التالي الخاص يعني بالدوري المكسيكي كما ترون، لن يكون له اي تجديد هذا الخميس ان شاء الله. ثم الحدث التالي يكون له تجديد ان شاء الله يوم الخميس، نحصل من خلالها بطاقات مهارات اللاعبين. واخر حدث يكون له تجديد يوم الخميس هو الحدث خاص بالكوينز كما ترون. للعب داخل هذا الحدث سوف ندخل الى هذا الحدث، سوف نجمع تشكيله كلها من الدوري كما ترون الاسباني، كما ترون يعني تشكيلتي كلها من الدوري الاسباني. حاولوا جمع التشكيله كلها من الدوري الاسباني، ثم يمكنكم اللعب داخل هذا الحدث واتمام ثلاث شروط: الحصول على نقطه، ثم 3 نقاط، ثم 5 نقاط. بعدها مباشره سوف نحصل على مكافاه هذا الحدث وهي 50 كوينز مجاني اساطير. لا تضيعوا فرصه واحصلوا على اكبر عدد من الكوينز ان شاء الله. اما بالنسبه للهدايا الممكن ان تقدم لنا اللعبه هذا الخميس، ليس هناك اي هديه رسميه حاليا يا اساطير، ولكن سوف اقول لكم يا اساطير من الممكن وبنسبه كبيره ان نحصل على لفه مجانيه داخل باكج الايبيك الذي سوف يكون حاضر معنا داخل اللعبه. هذه كل تسريبات سبيس موبايل خاصه بيوم الخميس ان شاء الله. اتمنى منكم الاشتراك في القناه، ونلتقي في مقطع جديد باذن الله.